في الواقع بانه هناك اجراءات اخرى اتخذها النهج الاموي ومن هذه الاجراءات ومن اعقدها ومن اخطرها هذا الاجراء الذي ساشير اليه ولكنه هذا الاجراء فقط في هذه الليله باعتبار انه احاول انه انتهي من بحثي بسرعه حتى انه في هذه الليله نعطي وقت اكثر للمداخلات باعتبار نعم. انها الحلقه الاخيره من ابحاثي هذه هذا الموضوع من الإجراءات الأخرى الذي سأعنونه إن شاء الله تعالى وبإذن الله تعالى سنتحدث عنه مفصلا بعد شهر رمضان, رمضان هو قلب الحقائق والمعارف الدينية الحقائق التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جعلوها بشكل مقلوب حتى يتضح, حتى يتضح ماذا فعلوا هؤلاء أنا أقرأ بعض كبار عبارات ابن أبي الحديد ابن أبي الحديد انظروا ماذا يقول هسا قد يقول لقائل سيدنا ابن أبي الحديد هؤلاء يتهمونه أنه ليس نعم. بالتشيع كذا بعد ذلك سيتضح أنه شيعي أو ليس بشيعي أولا ثم نذكر الشواهد لإثبات هذه الحقيقة إذا بغض النظر أن ما قاله صحيح أو ليس بصحيح ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه تاليف ابن ابي الحديد المعتزلي في ذيل الخطبه 203 وثلاثه من خطب امير المؤمنين يعني في ذيل قوله ومن كلام له عليه السلام وقد ساله سائل عن احاديث البدع يقول ثم كتب معاويه الى عماله ان الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحيه فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الروايه في فضائل الصحابه ولا تتركوا خبرا، محل الشاهد هذه الجمله ولا تتركوا خبرا يرويه احد من المسلمين في ابي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة يعني كلما ذكرت رواية صحيحة في علي يعني قال رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى قولوا في صحابي أنه أيضا قال رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إذا قال رسول الله كذا وكذا أن تضعوا الحديث في واحد وخصوصا الصحابة الذين عادوا من عادوا عليا حتى تكون الفضيلة مشتركة أو تتميع الفضيلة مع معاوية أحسنتم نعم. أحسنتم فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله جيد سؤال هل توجد هناك سيده هذا الكلام من قال ابن نعم. ابن ابي الحديد نعم. المعتزلي. طبعا يقول يكون في علم المشاهد الكريم، ابن ابي الحديد المعتزلي لا فقط انه ليس متهم بالتشيع، بل هو من مخالفي ومن اعداء ماذا؟ التشيع. نعم قد يقول لقائل سيدنا هذا وقعا له شاهد، انظروا هذا، هذا امامكم، شرح ماذا؟ نهج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في صفحة تسعة وأربعين من الجزء الحادي عشر يقول فيما قفصل فيما وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث التفتوا جيدا الأحاديث الموضوعة يقول هناك واي من الأحاديث وضعها الشيعة وهو من الاحاديث وضع اتباع ابي بكر نعم. التفتوا جيدا يقول ولكنه الوضع ب... بدا على ايدي الشيعة لا على ايدي ماذا البكريون. لا على ايدي اصحاب هذا واضح نعم. والله انا لا استغرب ومع ذلك ياتي بعض الجهل يقول ابن ابي الحديد ما هو شيعي, شيعي. اقرا العباره يقول اعلم ان اصل الاكاذيب اصل الاكاذيب في احاديث الفضائل كان من جهه الشيعة كيف يكون شيعيا اذا؟ والله لا اعلم هسه انت الانسان يعبر عن هؤلاء جهلا يعني ابن تيميه ايضا هكذا كان هو يفعل. هكذا هذا منطق ابن من تيميه نعم ان اصل الاكاذيب في احاديث الفضائل كان من جهه الشيعه فانهم وضعوا في مبدا الامر احاديث مختلفه في صاحبهم في قبال ذلك فلما رات البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها احاديث في مقابلة صاحبهم حياتي. لم يقل صاحبنا والله. لم يقل في صاحبنا أه هو ليس منهم أحياتي. ليس منهم تصريح هذا نعم. تصريح من ابن ابي الحديد ومع ذلك ياتي ما ادري عبر عنه بعض العوام بعض المغفلين بعض من لا خبرة له بعض من لا علم له بعض من لا معرفة قال دلوقتي. عليه السلام قال ولكنه يعني. قال احسنتم فقط لانه قال علي ماذا أفضل لأنه قال كذا وكذا إذا لابد أن يتهم بالتشيع وإلا هو يصرح بهذا المهم أنا في هذه الليلة أشير إلى نموذجين أو ثلاث النموذج الأول ما ورد في سير أعلام النبلاء يتذكر المشاهد الكريم تكلمنا مفصلاً في حلقات سابقة يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ماذا منافق. إلا منافق انظروا هذا كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء السادس عشر صفحة مئتين وستة عشر التفتوا جيدا الرواية قال حدثنا معل بن هلال عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا لا يبغض ابا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق نفس الحديث فقط ترتيب ولكن بسيط مع تبدلت من علي الى من الى, إلى ابي بكر وعمر فلهذا يقول ترك من يقول الذهبي نعم. يقول هذا معلى بن هلال ماذا متروك, متروك. والمحقق في الحاشية يعني شعيب الأرنوط ماذا يعبر يقول بل اتفق النقاد على تكذيبه أرد إتفاق أن هذا الإنسان ماذا كذاب نعم. إذا هذا الذي ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي نعم. وهو أن معاوية ماذا فعل بدا ماذا انه كل فضيله وردت في علي ان ياتي بمقابل لها ماذا وله العطاء وله 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 وله, وله الى اخره ولذا ابن ابي الحديد بعد ذلك يقول ومن هنا فشى حديث ماذا حديث كثير هذا هو المورد الاول يقول معلا ترك ويقول الأرنوط بل اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ في التقريب هذا النموذج الاول نعم. النموذج الثاني الذي لا بد ان نشير اليه وهو ما ورد الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وهذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها لا يوجد هناك مخالف في هذا الحديث ورواياته صحيحه السند ولا خلاف فيها ولكنه تعالوا معنا الى الاضافات التي وجدت بعد ذلك من هذه الاضافات في اي كتاب سمع سمع بل عفوا في كتاب سنن الترمذي تحقيق الأرنوط الجزء السادس صفحه 248 رقم الحديث 3994 الروايه عن انس قال رسول الله لابي بكر وعمر هذان سيداكه لأهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين ثم قال لعلي لا تخبرهما يا علي هسه الان هو ينقلها احسنتم من من هذه روايات ثلاثه ينقلها هذه روايه والروايه الثانيه عن الزهري اللي هو من اشد النواصب والروايه الثالثه والروايه الثالثه ينقلها عن الروايه الثالثه ينقلها عن ايضا عن عن الشعبي عن الحارث عن علي، انا ما اريد ان اعلق وقعا على الروايات اريد انظروا الى الأرنوط كيف يعلق على الروايه، الروايه الاولى يقول حديث صحيح بشواهده <applause> يعني اذا هو حديث ماذا ضعيف يعني. السند ولكن من خلال الشواهد والمتابعات يريد ماذا يصح ان يصحح <applause> وهو محمد ابن كثير وهو ابن ابي عطاء اختلف فيه فضعفه قوم ووثقه اخرون فهو ضعيف نعم النتيجه هو ضعيف ولكن, ضعيف ولكن ولكن الرتوش الرتوش نعم. الحديث الثاني يقول عنه الترمذي قال والوليد بن محمد الموقري يضعف في الحديث الرواية الرواية اللطيف الرواية ما هي الرواية عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب يعني الإمام السجاد نقل عما مباشرة علي بن أبي عن طالب. علي, بن أبي طالب هو يقول ولم يسمع علي الحسين من علي بن أبي طالب إذا هناك واسطة ماذا أحسن ساقطة في الرواية متى تكون... كان يذكر علي بن الحسين متى كانوا يذكرونه ولكنه لأجل هؤلاء يذكرون الرواية أيضا يقول اللطيف التفتوا يقول حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف نعم. يعترفون أنه ماذا ضعيف. أيضا الإسناد ضعيف وهكذا عندما يأتي إلى الثالث يقول صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث إذا الروايات كلها إما من وضاعين وإما ماذا نعم. من ضعفاء بخلاف رواية الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا هو النموذج الثاني نعم. يعني طبعا سيد فقط عفوا نعم. أيضا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز فكيف صار يعني لا يدخل حس الجنة حس عجوز هذا إذا دكتور إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان سنقف أنا فقط الآن عنون البحث أن هؤلاء النهج الأموي ماذا فعل في تراثنا وفي الروايات الواردة وهو أنه كما قال منه كما قال ابن أبي الحديد ما. قال للذين يضعوا الحديث أينما وجدتم فضيلة لعبن علي بن أحسنتم. أبي طالب ضعوا ما يضاهيها ماذا في غيره الأمور على نحو إلحو... نعم أحسنتم النموذج الثالث الذي لا اريد ان اطيل الحديث فيه وهي قضيه سد, سد الابواب الا سد الابواب الا باب علي. علي هذه الروايات كما تعلمون ايضا من الموارد المتفق عليها وان شاء الله سياتي حديثها إن شاء الله. بعد شهر رمضان ينقل البخاري في المقابل ماذا ينقل البخاري عن عكرمة الروايه في صحيح البخاري الجامع الصحيح البخاري المكتبه السلفيه الجزء الاول صفحه 167 الحديث 467 الروايه عن عكرمه عن ابن عباس قال خرج رسول الله في مرضه الذي مات فيه عاصبا راسه بخرقه فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي أحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوختي أبي بكر خب هاي الرواية صحيحة أو لا؟ ذكرنا يتذكر المشاهد الكريم أن من رواة هناك رواة في صحيح البخاري هم من النواصب هم من الخوارج هم من أعداء من علي وأهل البيت عليهم ومنهم عكرمة الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا هذه نماذج ثلاث لذا أحاول أن أختم حديثي بما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في صفحة 49 من الكتاب يقول فرم فلما رأت البكرية الجزء الحادي عشر بل الجزء الحادي عشر لشرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي يقول فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ما, ما الذي وضعته لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ماذا ابا بكر. بكر يقول هذه من الاحاديث التي وضعتها البكرية. البكريه فانهم وضعوه في مقابله حديث الاخاء الذي آخ فيه رسول الله بينه وبين علي. علي ونحو سد الابواب فانه كان لعلي فقلبته البكريه الى من بكر. الى ابي بكر ونحو ائتوني بدوات وبياض اكتب فيه لابي بكر كتابا لا يختلف عليه اثنان ثم قال يابى الله تعالى والمسلمون الا ابا بكر فانهم وضعوه في مقابله الحديث المروي عنه في مرضه ائتوني بدوات وبياض اكتب لكم ما لا تظلون بعده ابدا فاختلف الى قال لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله ونحو حديث انا راض عنك فهل أنت عني راضي ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة، هذه نماذج نعم. إذا أنا إن شاء الله تعالى أعد إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان نقف عند هذا الإجراء الخامس وهو بحث أساسي ومهم لنعرف الأحاديث الصحيحة نميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث السقيمة والموضوعة التي وردت في فضائل الصحابة